Mesdames, Messieurs, fidèles publics de Carthage, bonsoir. C'est avec une grande émotion et beaucoup de bonheur que nous partageons avec vous cette dernière soirée qui clôturera 40 jours d'émotion, de création, d'art, d'échange et de magie. Cette mythique scène de Carthage a brillé de mille feux grâce aux talentueux artistes qui ont été exceptionnellement généreux et admirables. Cette soirée, la dernière, mais pas des moindres, avec un natif de cette terre, un artiste rebelle, libre, échappant à toute entrave. Le virtuose Vafer Youssef sublimera le public par un art audacieux transcendant toutes les frontières. Il ne sera pas seul. Il a choisi de partager ce soir avec des artistes des plus talentueux et des plus brillants de ce monde. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit notre grand artiste national, Vafer Youssef. المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار ليسقي ما قال ربك ويل الذين سكروا ولكن قال بل قال ويل thank you.
Thank you.
Merci. Là, ok. الله يخليك. صح شو بدكم؟ للصايمين والفطرين. وخاصة الفطرين. استنى. أما رد بالكم بعد اشتاكلوا المصبت حتى لين تشبعوا. Vous êtes prêts pour ça? Je veux dire la musique, quoi. مش الآخرة. نحب نقول للكونسير هذا نهديه لأمي اللي ما نجمتش تجي اللي هي لا ميزون. سي بور ما مير. وبابا هوا هوني هوا. من هولندا. Chanda Sarjo, drums. In Canada, bass Chris Jennings. من تالين إستونيا بيانيست كريستيان راندالو. من ألمانيا لانجنيور دي سون جو ميكسكوز حتى على المطرح ما تخليش الواحد يتكلم سامحني ألوغ Notre ingénieur du son, parce que c'est très important pour nous d'avoir un ingénieur du son. Ils sont de Berlin. Christian Ulbricht, là-bas. Et un Suisse qui vit à Berlin, Yoni Infeldman. من تركيا الشقيقة اللي باش نوليو كيفها. علاش خاطر باش نوليو كيف تركي ولا كيفاش؟ إذا نوليو كيف تركي يطلع عندنا حسن وهيك سي جينيال شوف تمام. مهبلة بالحق معناها يهبلوك بكل شيء مش كان في الموسيقى معناها أما خاصة في الموسيقى. أي تاتش دوغان. من تونس. رسول الله في الموسيقى. كفروناش. حسنو. ما كفرتش راهو استنى مازلت ما كفرتش مش نكفر توا. سنعت اسمعني شنو الله اكبر تكبير بي اسمعني تو باش نعملوا كفرت ومن كفرت بالايمان راه مش كفرت بحاجه اخرى مستس اسمعوني قبل ما كفرت بالمعنى اللغوي هو التغطيه عن الشيء وتستر عنه والمعنى الاخر هو الشرك بالله عشرة لعشرة أما أنا وياك راهو في نفس الزنزانة معناها
خاطر باش تقود بيا انت راه يهضر فيه به كفرت ما قلتهاش انا قال الحلاج على خاطر هو مؤمن اكثر مني اوكي با اتري بيانتو كفرت بدين الله والكفر عند المؤمنين حرام كفرت بدين الله الكفر عند المؤمنين حرام Thank you.
Ivind Arset.
Ivana Pristashova, première violon, quoi. Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
شاندا سارجو كريس جينينغز كريستيان راندلو ça. C'est un morceau pour la mère de Eyvind. Elle était décédée il y a 6 ans, même plus 8 ans avant la tournée. Ça s'appelle Soupir éternel. Oh,
والآن الصاعقة روح الله أو روح من أرواح الله علم تونس حاسد ولاد أحمد إلهي إلهي أعني عليهم لقد عقروا ناقتي وأباحوا دمي في بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها إلهي أعوذ بك الآن من شر أهلي يبيعون خمراً رديئاً ويؤذون ليل السكارى البريء إلهي لقد تم بيع التذاكر للآخرة ولم أجد المال والوقت والعذر كي أقتني تذكرة فمزق تذاكرهم يا إلهي ليسعد قلبي ألم تعد الناس بالمغفرة إلهي لقد تم بيع التذاكر للآخرة ولم أجد المال والوقت والعذر كي أقتني تذكرة فمزق تذاكرهم يا إلهي
ليسعد قلبي ألم تعد الناس بالمغفرة؟ إلهي أريد جرادا لكل الحقول ومحو جميع النقاط وقحطا لكل الفصول وطيرا أبابيلا للإحتياط. صدقت إلهي إن الملوك كما الرؤساء إذا دخلوا قرية أفسدوها، فخرب قصور الملوك ليصلح أمر القرى. إلهي لينبت دود مكان البلح، ذهبنا جميعا إلى الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح. إلهي إلهي حبيبي ويا سندي، نشرت كتابا جديدا فبعه بلا عدد. إلهي السجين لدى الأنبياء، إلهي السجين لدى الخلفاء، إلهي السجين لدى الرؤساء، إلهي السجين لدى الأمراء. لماذا نزلت إلى أرضهم وأسكنتني غيمة في السماء؟ إلهي سمعت طوقاتا يقولون عنك كلاما مخيفا، فحادفتهم بالكتاب استوى حية لدغتهم جميعا وعادت كتابا. إلهي العلي ألا يمكن القول إني نبي؟ إذا كنت شعبا عظيما، إذا كنت شعبا عظيما فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة. إذا كنت شعبا عظيما فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة. إذا كنت ترغب في الذل بعد المهانة أبشر وهيئ بلادك للضربة القاسمة. إذا كان يعنيك ذقنك كالتيس قبل الكرامة، كن ماعزا أو وزيرا على أمة سائمة. إذا كان يعنيك ذقنك كالتيس قبل الكرامة، كن ماعزا أو وزيرا على لحظة غائمة. إذا كنت تبحث عن خدمة لا تكن خادما للحكومات، قل إنها الخادمة. إذا لم تجد حجرا للوضوء فقل أكثر الدين في سورة المائدة. إذا كان ربي حبيبك وحدك أخبره أن يتامى وأن خلقنا بلا فائدة. إذا لم تطالع كتابا عدا واحدا فخذ للطبيب أباك وأمك وليلداك هناك بلا والد وبلا والدة.
إذا كنت تصمد في الاعتصام الأخير وحان زواجك من طفلة خارج الاعتصام فلا تتزوج سوى صامدة. إذا كان لابد من ثورة كي تثور على ثورة لا تثور فإن الشذوذ هو الأصل والقاعدة. إذا نص دستورهم عن شخوص سوانا وعن مرأة لا نراها وعن زمن ليس هذا وعن شرطة للجسد وضاعت مصائرنا في الضباب وضاع الضباب وضاع البلد فذا حجر الشعر في البركة الراكدة. إذا كنت خوافة كالنعامة مثلي ومني فإني أحبك مفصحة كنت أو جاحدة. إذا كنت خارطة كالتي نحن فيها وأنثى تطل على البحر والملكوت فإني أراك على سلم الشعر صاعدة صاعدة. إذا كان في الوزن طعم رتيب تخلى سريعا عن النظم والقافية. إذا كنت أنثى حقيقية أرجعين إلى بطنك الآن ولتلدين جميعا إناثا لكي نتساوى فهذا الذي اسمه رجل لا يطيق التذكر من أين جاء ويحزنه أن أما له أدخلت رجلا قبله ثم لانت له زنطة حافية. إذا كنت شعبا عظيما فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة. أشكركم وأهدي هذه القراءة إلى كل كتاب وفناني تونس المحاصرين والملاحقين في بلدهم من قبل ميليشيات غير محلية ولكنها تنتمي للقرون الوسطى. وشكرا. ولاد أحمد صغير مولا حمد ولاد أحمد يعيش. واسقي يوسفا مزة الطعام قرقفا اسقنيها ملأ وفا لا وضع الزق جانباً
ومع الزق مصحفا أحسن ذا ثلاثة واتل من ذاك أحرفا خير هذا بشردا فإذا الله قد عفا.
On va terminer la soirée. On va jouer maintenant Ode Poetry.